بسم الله الرحمن الرحيم. جولة في مدينة الحمامات. هذه مدينة الحمامات، الله يبارك. هذه هي يعني الدروج مبنية بالحجارة. هذه يعني الغرف والسكنات التي كانوا يسكنون فيها كما ترون. نوعية الحجارة و يعني كيف هي مبنية بالتربة كما ترون، يعني منظر خلاب، الله يبارك. نحن نرحب بكم يعني في الزيارة هنا مدينة الحمامات. أيضا الغرف من الداخل سابقا كيف كانت فتوحات إلى آخره. لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة ليصلكم كل جديد.